خلينا نروح لأحد المتخصصين جدا في هذا المجال اللي فاهمين جدا، الأستاذ محمد رشوان المحامي والمتخصص مكتب رشوان أو مكتب محمد رشوان للاستشارات القانونية. وأشهد الله لا أجامل أحد، إحنا عندنا 3-4 مكاتب فقط في مصر المتميزين في قضايا الرياضة مع مركز التسوية والتحكيم، منهم ومن أولهم مكتب محمد رشوان للمحاماة، وهذا عن تعامل ومتابعة للقضايا اللي تدخل فيها محمد رشوان ومؤسسته. أستاذ محمد رشوان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الناصر، إزاي فقدت سيادتك ومسي عليك وعلى كل مشاهدينك، وفي الأول طبعا عيد أضحى سعيد عليك وعلى أسرتك وعلى كل مشاهدينك في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، وبشكر حضرتك على المقدمة اللطيفة دي والمجاملة الشيك دي، وأنت راجل محترم وإعلامي كبير. لا 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 لا، خلي بالك هنا عايز أوقفك. أنا أنت عارف إن أنا إعلامي، معروف عني إني متخصص ومتميز في ملف القضايا، يعني أنا أول من تعامل على شاشات التلفزيون المصري ونجح في تفجير قضايا رياضية. أنا معروف كده، لما ليه تكلم أقول لك عبد الناصر راجل نمرة 1 في القضايا الرياضية. أنا بتكلم بما يرضي الله من خلال متابعتي لملف القضايا الرياضية، أنا أعي ما أقول. إحنا والدليل على كده لما قلت الأستاذ هاني زهران وله كل الاحترام مش عارف بيقوليها لأنه مش متخصص وأول مرة أسمع عنه في المجال، ناس كتيرة قالت لي يا أخي حرام عليك، لفت الأيام ودارت، النهاردة هاني زهران بيقول لك أنا كيف إن الحل الودي هو الأسلم، وبعد كده رجع تاني يتكلم على تعويض لصالح عبد الله. فعشان كده أنا قلت أجيب مين؟ حد فاهم ومتخصص ومن خلال متابعتي عارف القضايا اللي خاضها ونجح فيها وحصل على أحكام متميزة وحافظ خط سير قضايا الرياضة في مصر، وهو حضرتك. قول لنا بقى فصل الخطاب في الليلة دي لأن الفتة كترت جدا. أولا بشكرك مرة تانية، وخلينا نشرح كده في وجهة نظر قانونية وعجالة كده للناس عشان الناس تفهم ونغلق هذه الصفحة. الحقيقة من ساعة ما الموضوع حصل إعلاميين كتير اتكلموا في إنه هذا الأمر خطر على النادي الأهلي، وإنه النادي الأهلي هيتوقف، وإنه الفيفا، وإنه الأهلي هيتسحب منه رخصته، وإنه غلط، وإنه ما ينفعش يلجأ لمحاكم ميدانية، وإنه وإنه وحضرتك سمعت الكلام ده وكله كتر الكلام ده. والحقيقة إن الأهلي معروف عنه مش النهارده ولا امبارح، من سنين طويلة انه لديه ادارات قانونيه متميزه، يعني دايما الانتقاء بيبقى على اعلى مستوى، وده امر معروف وامر مش جدل، ودايما بيبقى ادارات في الملف، يعني بعض الناس حتى بتعيب على اداره الاهلي انها ايه نوع من انواع البطء في كل ملفات، ده بيجي زي التاني يعني. فطبعا لا، الاهلي عارف هو بيعمل ايه كويس، وخليني اطمن كل جمهور الاهلي وخليني اشرح للناس مفيش حاجه اسمها الاهلي هيتوقف ولا هيتعرض لعقوبه ولا الكلام ده كله. واخر خطاب من المحكمه الرياضيه او من الفيفا واضح تماما بانه قال زي انه عدم التدخل، لان ده شان داخلي، ده شان داخلي. بذكر جنابك في اول النزاع خالص الاهلي كان بعت يعرض الامر على الفيفا وجاله نفس الرد يا استاذ عبد الناصر. بفكرك لما كان الموضوع فيه اهلي جده وكذا ايام الاول والاهلي عرض النزاع، الفيفا قالوا ده شان داخلي والجأ للشأن الداخلي. طيب الشأن الداخلي عندنا ايه موجود فين؟ اتحاد الكوره، وتدرج الاهلي من اتحاد الكوره ولجانه الى مركز التسويه والتحكيم. تدرج في لجانه ثم مركز التسويه المنصوص عليه في نص الماده 66 الى نص الماده 70 من قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017، يبقى الاهلي لجأ لجهه اختصاص رياضيه، محكمه رياضيه. وعلى فكره مركز التسويه والتحكيم يعتبر محكمة وأحكامه نهائية كمان، عشان بس إيه الناس تبقى، بدليل أنه لا يعلوه جهة في مصر هنا في الداخل. يعني لما عبد الله السعيد يجي يلجأ لمحكمة فين؟ في الخارج اللي هي محكمة الكاس، لكن تعالى شوف لي كده في جهة قضائية في مجال الرياضة أعلى من مركز التسوية التحكيم الرياضي موجود في مصر؟ لا ما عندناش، لأنه وده خد بال حضرتك يا أستاذ عبد الناصر قضية ممكن تفجرها، إن إحنا لحد دلوقتي من 2017 لم تنشأ المحكمة الرياضية المنصوص عليها في القانون. تأخرنا كثيرا، ده موضوع تاني حلقة تانية.
طبعا ادي النزاع شغال اهو، ولو كان عندنا كان الموضوع خالص بس نرجع لموضوعنا. يبقى اذا الاهلي لما استصدر قرار نهائي من محكمه التسويه الرياضيه او دائره التسويه الرياضيه هنا، ده قرار صحيح وسليم، ثم انه لازم الناس تعرف ان عبد الله السعيد نفسه طعن على هذا القرار امام مركز التسويه والتحكيم المصري برضه ورفض طعنه. يبقى ايه قصه ان احنا ما نعرفش او ما كناش عارفين؟ وخلينا نقول مفاجاه للجهله، ان عشان الاهلي يحصل على حكم لابد ان يكون للاهلي محكم، وعبد الله السعيد بيعين محكم، وفي محكم طبعا ترجيحي من مركز التسويه يفصل اذا تساوت الاراء. يعني عبد الله السعيد اول الاهلي ما رفع اتبعت لعبد الله، وعبد الله طبعا اختار وعين طبعا محكم بمعرفته، عشان ما حدش طبعا يتكلم بجهل، عشان لا تعرفوا ده انا ان هزيدك بالشعر، لا ده انا لسه هزيدك من الشعر بيت كمان، ده لسه كمان. طعن عبد الله السعيد، رفض طعنه، ثم الراجل لجأ لمحكمه رياضيه. تعال بقى نشوف الاجراء اللي عمله الاهلي. طبعا بعد ما الحكم بيتحسن، في حاجه يا جماعه في القانون المصري اسمها الحجز التحفظي. ايوه دلوقتي انا صادر لي حكم قيمته 2 مليون دولار، كويس؟ سعادتك انت المدعي عليه اللي صدر ضده هذا الحكم، حضرتك ليك عندك حسابات وعندك عقارات وعندك فيلل وعندك عربيات وعندك كذا وكذا. طالما انا خدت عليك حكم وانت قدامك طعن، الطعن لا يوقف التنفيذ في مثل هذه القضايا. يبقى اول حاجه نتكلم فيها ان القضايا اللي من النوع ده اللي هي القضاء المستعجل او قضاء التحكيم او التسويه ده لا يوقفه طعن. لا يوقفه طعن، ادي نمره واحد. عشان يقف تنفيذه لازم يكون في قرار من محكمه او جهه عليا تقول كده بالنص، وقف التنفيذ. لازم تقوله صراحة، لازم تقول صراحة هو واقف في التنفيذ، ولأن المحكمة الرياضية لا تملك ذلك ما قالتش كذا، قالت إن التنفيذ ده شأن داخلي، لكن اتكلمت في إنه النزاع لم يوصل نهائيا. ليه؟ لأنها جهة أعلى. كويس؟ يبقى نرجع للنقطة الأولانية، ده اللي قاله المستشار محمد عثمان. بص بص، لا لا لا، من نجد أبو محمد عثمان دلوقتي كان محدش يقول لك بنجامله أو بنجامل الأهلي. بص عند الحتة دي ونقف عند الجواب أهو، عند الحته دي حتى نبقى متدرجين مع الاستاذ محمد رشوان، عشان بقول لكم انا عارف انا جايب مين، جايب حد فاهم. بص عند كلام محمد رشوان ونروح لجواب المحكمه الدوليه اللي جه ترجمه الجزء الخاص باللي قاله الاستاذ محمد رشوان. اسمع بص، ودون الاخلال باي من ما سبق ذكره، ما لناش دعوه باللي سبق ذكره، وكما سبق وان اوضحنا في خطابنا السابق اليكم والموجه لجميع الاطراف، فإن المحكم لا يستطيع إجبار المدعي عليه الرابع اللي هو النادي الأهلي أو السلطات القضائية في مصر على سحب أو وقف تنفيذ القرار المطعون عليه أمام الجهات القضائية، ويكون الأمر متروكا للجهات القضائية المصرية لتقرر ما إذا كانت سوف تقوم بتنفيذ الحكم المطعون عليه أمامنا، والذي لا يعتبر في جميع الأحوال حكما نهائيا، حيث أن المحكمة الرياضية الدولية ما زالت تنثر الطعن المقدم على ذلك القرار، والذي يعتبر في جميع الأحوال غير قابل للتنفيذ وفقا لرأي المحكم في ضوء أحكام النوايح المحكمة الرياضية الدولية والقانون السويسري. يعني قال لهم إيه؟ قال لهم نقف ونشرحها أصلاً، اتفضل اتفضل يا فندم، نقف ونشرحها. الجزء الاول ما يتعلق بالحجز التحفظي وما قام به النادي الاهلي، الجواب واضح وصريح، بيقول لك انا ماليش علاقه بيه ولا اقدر اتكلم عليه ولا ليا سلطان عليه. ولا لحظه ولا قال بس بعد اذنك، ولا قال لقد اجرم الاهلي عندما توجه لفعل ذلك ولا قال هعاقبه، ولا قال الاونقه دي كلها، ولا قال الاونقه دي ده او ده اونقه شغل حلنجيه. كان يقدر لو عايز. ايوه يا بينا، وهو خلينا عشان نشرح للناس. فالاهلي اجرى ايه يا فندم؟ اجرى حاجه اسمها حجز تحفظي. طب يعني ايه الحجز التحفظي ده عشان الناس تفهم؟ دلوقتي انا ليا واخد حكم على شخص ليا عنده فلوس، هل انا استنى لحد اما هو النهارده لما المحكمه التسويه صدرت ممكن يتصرف فلوسه، ممكن يخرجها بره، ممكن يبيعها بيع صوري، واخد بالك؟ زي ما بعض الناس قالت ان عبد الله سعيد بيخرج حساباته في امريكا، كويس؟ والكلام زي كده، هل انا استنى؟ لا انا ما بستناش، انا بروح اعمل حاجه عند البنك اسمها حجز تحفظي. وخليني اشرح للناس استاذ عبد الناصر
ليه عايز اشرح؟ لان حاسس التحفظ ده بيمر على محكمتين يا بيه. يعني الناس اللي بتتكلم واخد بالك وبتقول لك اصل وفصل، الحجز التحفظي بيمر على محكمتين، ومحكمتين ايه بقى؟ من اعلى بكرر الكلام وباكده، من اعلى المحاكم في مصر، نمره واحد قاضي التنفيذ، وقاضي التنفيذ ده منصب رفيع المستوى. قاضي التنفيذ ده قاضي فرد موجود في المحكمه، منصبه رفيع جدا. ليه منصبه رفيع؟ لان منصبه حساس، بجرة قلم منه ينفذ. واخد بالك؟ وله باب في القانون وله باع في القانون، وليه قصه كبيره جدا جدا. اكبر كتاب في القانون اسمه كتاب التنفيذ. عشان كده انا بقول وفاهم الناس، قاضي التنفيذ ده مش اي حد يقعد على الكرسي يا ده. فندم يا فندم يا, ف... يا فندم بص يا فندم، النهارده تاكيدا لكلامك، الاستاذ هاني ومكتب خضير اللي احنا اول ناس انفردنا ان هاني زهران ومعاه مكتب خضير للقضايا القانونيه وله فرع في فرنسا، هو الذي تعاقد مع محامي في فرنسا، ومكتب خضير اللي راح للمحكمه الرياضيه وليس هاني زهران. حتى ما حدش فاهم مين اللي بيدافع عن عبد الله السعيد، كله بيفت. لما رحنا المكتب، ايوه لما رحنا المكتب خضير، مكتب خضير قال طلعنا نص قانوني من المحكمه الدوليه بايقاف التنفيذ. الجواب ده عكس كلام مكتب خضير، ليس طبعا هناك قرار طبعا واضح بايقاف التنفيذ. انا قلت لجنابك من شويه ان اجراء الحجز اللي عمله البنك واخد بحياتك مش هيقف الا بخطاب واضح وصريح من بالظبط المحكمه. صاحب اختصاص قول اقف. هاني زهران بقى، هاني زهران قال ايه؟ اول يوم كل كفتجيه مصر في القنوات الفضائيه، ما بسميهمش اعلاميين، كفتجيه مصر جابوه، خلوا محمد عثمان كانه ما بيفهمش، ومع احترامي للاستاذ محمد قيمه قانونيه كبيره، طلع محمد عثمان دمر الاهلي، قال لك الاهلي سيتم ايقافه، واشتغلت المانشيتات، الاهلي يعرض طبعا نفسه للايقاف، ولقيت لك حد بعت بيقول لك خد الانفراد ده، العمري فاروق اتشكل مع محمد عثمان وقال له ازاي تعمل فينا كده؟ انت دمرتنا، ازاي مش عارف ايه؟ انا لا رضيت اكلم محمد عثمان ولا رضيت اكلم هاني زهران اللي هو كلمهم الاعلام المصري كله، خدت الموضوع ورحت لمكتب اماراتي متخصص وكبير جدا في القضايا دي، وكان عنده قضايا مهمه جدا في محكمه الكاس في نفس الاطار. الراجل ابو الموهب المحرزي احد اهم ملاك هذا المكتب قال لي جمله واحده، لو طلع قرار من المحكمه الرياضيه بايقاف حكم مركز التسويه والتحكيم احنا هنقفل مكتبنا في الامارات. طبعا طبعا ده راجل فاهم يا استاذ عبد الناصر. متى خلي بالك ده من اول دقيقه قلت له طب اجراءات الاهلي، قال للاهلي اتخذ اجراءات قانونيه سليمه والمحكمه الرياضيه الدوليه تستطيع ان تلغي الحكم، وعندما تلغي الحكم يكون لكل حدث حديث، ولكن لحين ما تعمل ده حكم الاهلي نافذ ولا يستطيع احد ايقافه. هقول لجنابك بس الجزئيه، طبعا كلام سعادتك صح والراجل ده راجل فاهم وده اللي بنقوله. انا عايز قلت لك في الاول انه عرض على قاضي التنفيذ، طب عرض على قاضي التنفيذ بس؟ لا. في نقطتين تاني في منتهى الخطوره لازم الراي العام يعرفهم. بعد ما قاضي التنفيذ بيوافق على اجراء الحجز التحفظي لدى البنوك، بيعرض الطلب على دايره واحده في مصر، في دايره واحده في مصر موجوده في درجه القضاء العالي اسمها دايره كشف سري للحسابات. في واحدة من الدوائر صاحبة المقام الرفيع موجودة واحدة بس، مكان واحد في مصر في إدارة القضاء العالي. بيعرض عليه الأمر وبيعرض عليه كل الأوراق، لو هو شايف إن إجراءات الأهلي غلط مش هيكشف السرية ولا يمكن الأهلي من حد. يبقى أدي دايرتين قضائيتين متفقين. وبعد إذنك وهنا لازم نفجر أنا وأنت مفاجأة من العيار الثقيل. اتفضل. بعد إذنك أنا بدي ببصي المعلومات اللي عندي وبستفيد منك قانوناً. فضل. ايه اللي خلى عبد الله السعيد فض حساباته في البنك؟ ان هو لسه كنت هقول لك المفاجاه الثالثه، انه عنده اخطار. الله ينور عليك، يعني عبد الله السعيد من 3 سنين. لا ده يا استاذ لا لا بس بس انا عايز افهم يا استاذ محمد، اصل انا عايز افهم المشاهد الكريم ان هناك فرق ما بين حد فاهم بيتكلم وقبل ما يطلع لحضراتكم يقول لكم دارس وجايب ناس متخصصه وحد بيفت
عشان يعمل لايكات ومشاهدات لمجرد انه يعمل اي فيلم هندي. عبد الله السعيد مع محاميه كل درجة عملها الاهلي هو على اطلاع عليها. عبد الله السعيد كان لحظة بس، كان في حسابه ما يزيد عن 100 مليون جنيه، سحبهم ليه عبد الله السعيد؟ لو الاهلي من يوم وليلة حجز كان عبد الله السعيد يقدر يطلع جنيه من الفلوس دي، ولكن عبد الله لا ده اجراءات الحجز بتاخد 6 شهور يا بيه. الله ينور عليك. دي المفاجأة بقى، ان اجراءات الحجز اللي اتخذها الاهلي مدتها 6 شهور، وكل اطراف القضية. لا ده في مفاجأة اكثر. اتفضل. انت بتحجز يا عبد الناصر، دي اخر خطوة يعني. انت خلاص خدت قضية التنفيذ، خدت سرية الحسابات، مديت لك جواب قالت لك روح خده احجز على الفلوس. حضرتك القانون بيفترض عليك وبيلزمك انك تعلن عبد الله السعيد، تقول له انا رايح احجز، حضرتك هتدفع ولا استمر؟ لو ما عملتش الاعلان ده الحجز يسقط. اتفضل يا عم. لو ما عملتش، لو ما روحتش، شفت الفرق بين اللي فاهم؟ يعني النهارده هاني زهران لما بيقول لك احنا الحجوزات علينا من كل مكان، هو من اول دقيقه ضحك على الاعلام وعارف. يعني النهارده هاني زهران تصريحه النهارده بيقول ايه؟ محامي عبد الله السعيد، احنا كل يوم علينا حجز جديد والحجوزات. طب نسال سؤال ثاني للاستاذ محمد رشوان. الاهلي عرف منين ممتلكات عبد الله من فيلل وعربيات؟ اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. الاهلي بيعمل في دايره شريط الحسابات حاجه اسمها استعلام. ايوه. بياخد 37 جواب. ايوه. ل 37 جهه من 28 بنك. ايوه. وجهات زي الشهر العقاري، زي الضرايب، زي وكل البنوك بتقدم حاجه اسمها اقرار بالذمه الماليه. خلال 15 يوم لازم البنوك تبلغ المحكمه انا عبد الله عنده مروحه، عنده عربيه، عنده فلوس، عنده رصيد، عنده شهادات، عنده عقود. لا ده شغل متكلف يا استاذ عبد الناصر. بعد اذنك، هل محامو عبد الله السعيد ما بيبقاش عندهم علم بكل الاجراءات والجهات؟ يا بيه كل اجراء بيتعمل بقول لك القانون بيلزمك تعلنه. يعني اصل ما ينفعش احجز على استاذ عبد الناصر في الخفا. القانون بيلزم انك كل حجز بتعمله، يعني مثلا 22 جواب راحوا البنوك العامله في مصر، البنك بيقول لك صوره من الاخطار اللي جاي ده ابعتها للمدين، قول له ان انت جيت. حد هيقول لي سؤال تاني، احب الناس اللي تلعب في الدماغ الذكيه. طب عبد الله طلع الفلوس وفتح حساب في الامارات، فتح حساب في قطر، فتح حساب في امريكا، فتح حساب في اي دوله، طب الممتلكات ما عملش ليه فيها زي الحسابات؟ اقول لك يا اخي يمكن ما بيثقش في حد. خاف يعمل يكتب بالفيلا، خاف يكتب، يعني لحظة بس، خاف يكتب فيلة التجمع باسم مراته وتاخدها منه. خاف يكتب. ولو عمل كده القانون بيتصدر هذا الأمر يا أستاذ ناصر. كمان يعني أثناء ما أنت بتعمل الإجراءات لا تستطيع أن تبيع أو تشتري؟ طبعًا اسمها فترة ريبة وشك، أقدر أطل له أي عقد في ثواني. لكن في سحب الفلوس ما تقدرش توقفه. سحب الفلوس لو كان في فتره الريبه والشك، لا اصل في مشكله هيواجهها عبد الله. لازم نقولها للناس. افرض النهارده المحكمه الرياضيه، كل الاعلام اللي بيخبط ده كله قال لك المحكمه الرياضيه هتلغي طب ما حدش اتطرق لنقطه اللي هي بتاعت الناس بقى. لا بعد اذنك يا استاذ محمد، قول كل الناس قالت انه هيلغي والاهلي اخطا الا عبد الناصر زيدان. طبعا. طب ليه ما حدش تصرف لو المحكمه الرياضيه ايدت؟ ما هو خلي بالك بيعملوا من بنها، اسمع اخوك، بيعملوا من بنها. لا انا عايز اقول لك ان لو المحكمه الرياضيه ايدت عبد الله، خد انفراد اهو. عبد الله السعيد معرض للحبس. معرض للحبس؟ ايوه. يعني هيخش في عمليه تدليس وتضليل. يخش في عمليه تبديد اموال محجوز عليها. طب هل يستطيع الاهلي ان يحجز على راتب عبد الله بيراميدز ومستحقاته؟ مظبوط. مليون في الميه. بنفس طريقه الاجراء اللي عملها. يعني ممكن نفاجئ ان هاني زهران النهارده بيصرخ بيقول الحقونا، حجزوا على الفلل والعربيات، نفاجئ بعد العيد ان الاهلي هيحجز على مرتبه بيراميدز؟ وماله؟ اسمه حجز مالي المدين لدى الغير.
موجوده في القانون باب كامل. يبدو ان محمد يبدو يبدو ان الاستاذ محمد عثمان عامل له خطه الكماشه. ما هو ده مظبوط الكلام ده. ايوه خطه الكماشه. خطه الكماشه في الحجز على الممتلكات، انك انت كل ما تولي تلاقي نفسك مش قادر تتحكم في مليم. ادفع اللي عليك. طبعا ادفع يا ادفع يا عبد الله. بص يا عبد الله ادفع اللي عليك عين. انا بقول لك اللي اتقال النهارده اللي اتقال النهارده من احد المحامين بتوع عبد الله اللي هو افضل حاله التسويه الوديه ده صح؟ ايوه ده الراجل يا بيه يا بيه تهاني زهران اللي طلع قال لك اوقف الاهلي واعمل واعمل واعمل، النهارده طلع قال لك ارى ان الحلول الوديه هي الحل. ولكن ايه يا استاذ ناصر؟ ان المحكمه الله اعلم هتنظر امتى؟ ممكن تنظر بعد سنتين يا فندم. الموضوع طويل ومحدش قدر. بص الموضوع في المحكمه الدوليه طويل، خد مني وعلى مسؤوليتي. والمشكلة ان كان هيبقى طويل لصالح عبد الله لو اوقف خطة الكماشة بتاعت الاهلي. خطة كماشة الاهلي هتبيع عبد الله الشورت على مسؤولية عبد الله. مش الترابيزة لانه مش قادر يتحرك. أو يا بص بقولها لكم اهو، عبد الله هيبيع التيشيرت والشورت، خد مني وما تسمحش للهبيدة. عبد الله هيدفع هيدفع، وانا للمرة المليون بقول له يا عبد الله ادفع بالادب. انا عارف انك متنكد يا فندم، انا عارف انه متنكد عليه في العيد، ووصلني من المقربين ليه انه متضايق وبيقول للمحامين غرقتوني وكل الفيلم الاوطه. تحب اقول لك ليه يا استاذ عبد الناصر؟ وانت عارف انه في نقط كده تجليات، فاكر لما كنا بنتكلم على عقود اللعيبه وبتاع، اقول لك ليه غرقوه؟ اقول لك سر الموضوع ده ايه؟ لن تتخيله. لن تتخيله. انفراد اهو. سر الموضوع ده كله هي حرف واحد، حرف في عقد عبد الله السعيد. وهو بتاع اقول لحضرتك عبد الله السعيد لما اتعمل عقد معاه ده كان مشار المرحوم حلمي عبد الرازق برضه، كان هو المشرف على العقد. العقد فيه نص بتاع المخالفه اللي احنا اللي الاهلي باني عليه الشرط الجزائي، بيقول لك اذا خالف النادي اللي هو اهلي جده او اللاعب، مش واللاعب او اللاعب، حرف الالف ده هيخلي عبد الله السعيد يدفع الفلوس وراسه فوق رجله حتى لو المحكمة الدولية تصدر. ليه بقى؟ لما راحوا عملوا الفسخ الرضائي قال لك اصل هو البند بيقول يعني لو خالف وجي لعب في مصر وكده اهلي جده طلع على النادي ناصح وراح عامل له فسخ رضائي. لا يا حبيبي ارجع للعقد، العقد مكتوب فيه اذا خالف النادي او اللاعب مش واللاعب. لا خلي بالك، اذا خالف النادي او اللاعب، عشان كده اهلي جده عمليه راح مطلع الاقرار اللي كتبه عبد الله للفيزا وقال لهم الاهلي مشتكيني ليه، انا مالي؟ الواد مديني اقرار، الواد مديني اقرار بره ذمتي، فراحوا باعتين للاهلي قالوا له موضوعك. ما هي دي اللي انا بشرحها لجنابك. انا انفردت بالاقرار ده وطلعته، انفردت بهذا طبعا. الاقرار بخط ايد عبد الله السعيد لما عمل فسخ رضائي وضع الاقرار خرج نفسه بره الصوره. ايوه عشان كده الفيفا قال للاهلي، عشان كده الفيفا قال للاهلي حتى وقتها برضه نفس الاعلام يا فندم لحظه بس، ده وقتها نفس الاعلام المضلل قال لك الاهلي فشل ومش عارف يجيب حقه من عبد الله بعد اتحاد الكوره. ما قال له ايه؟ قالوا لاتحاد الكوره بعد جواب للاهلي قال له انا ما اقدرش ابت في القضيه دي. فالاهلي يعني كان عايز يشكر لاتحاد الكوره، قال له امال انا اروح لمين؟ انا بكلمك بالمستشار، احنا ليله الوقفه، اصل انا حافظ القضيه. قال له في ايه؟ قال له انا ما اقدرش ابت، انا ماليش دعوه. رحت وكلمت المسؤولين في اتحاد الكوره، قالوا بصراحه اصل اول مره تجينا قضيه من النوع دي واحنا مش عارفين نعمل ايه. ده حقيقي. فالمهم رحت كلمت الناس في الاهلي، راح الناس في الاهلي قالت لك دول الناس ما فهمنش اعمل لهم ايه؟ كان الاتحاد الدولي هو اللي بعت لي قال لي ليس هناك طرف اجنبي، واهل جده عنده اقرار انه ماليش دعوه بحاجه، والواد اللي مضي على الاقرار. وبناء عليه لا او فسخ رضائي كمان، اهل جده فسخ رضائي. الله ينور عليك. فبناء عليه يا اتحاد الكوره ادينا ما يفيد عشان نروح التسويه والتحكيم. اتحاد الكوره لما الاهلي حطه في الخانه وقال له عيب عليك تقول ما بتك في القضيه دي انا ما اعرفش، راح اتحاد الكرة قال لك انا كذا 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 فيلم هندي، المهم ادى الاهلي ما يفيد يروح التسويه والتحكيم، لان لازم الاهلي يروح للتسويه والتحكيم درجات. انا حافظها صم القضيه دي يا جماعه. والله العظيم يا جماعه عبد الله هيدفع لو باع اللباس، ولو ما دفعش هو خالف.
هو خالف العقد خلاص الموضوع منتهي. يعني انا اقصد انه ايه قصه القصه مختلفه خالص عن عبد الناصر عم تقلت ان اللعيب عايز يروح نادي وبترجح نادي ومش بترجح نادي. لا القصه مش كده، يعني القصه مش متعلقه بلعيب مضى الناديين فعايز يروح نادي فبتاخد رغبته، لا ده التزام مالي وشروط تعاقديه وهتتنفذ، واخد بال حضرتك؟ فالاهلي ما لجاش الوقفه مثلا اللاعب على السيستم او شكوى للاتحاد. الناس فاهمه الكلام ده لما يكون ماضي الفرقتين، لما يكون يا بيه. عشان كده في الدكتور احمد عادل بيسالني بيقول لي هل في هذه الحاله ممكن يتم ايقاف اللاعب من الكره من الاتحاد الكره؟ قلت له لا، لان ده موضوع ايقاف كوره او ايقافه من الشغل ده موضوع تاني زي انا موضوع تاني. يعني عقد سليم بالنسبه لاتحاد الكوره، عقده مع بيراميدز عقده سليم. بالظبط، الله ينور عليك. فده موضوع ده إيه؟ لان الاهلي حاصل على حكم تعويض مالي، ليه فلوس مالوش انه يوقف اللاعب. مظبوط، ليه فلوس مبنيه على ايه؟ على انه اخلال بالشرط. الله ينور عليك. اذا انت عملته اخد 2 مليون، حضرتك عملته ادفع خلاص. لكن بيراميدز ملوش علاقه الا في حاله زي ما حضرتك قلت من شويه ان الاهلي ممكن يلجا لايه؟ الحد على مستحقاته لدى نادي بيراميدز. ده بس هي دي الحل الوحيد. ممكن تفاجئه بعد العيد ان الاهلي بيحجز على مرتبه سواء كان النادي بيراميدز او في نادي غير بيراميدز يعني. وبما انه في بيراميدز يبعت له القاضي مش الاهلي، يبعت له القاضي. خلينا نؤمن في الاخر انه الاتحاد الدولي بعت او المحكمه الرياضيه قالت لك مالناش دعوه بالحجز، الحجز سليم اسمه حجز تحفظي. خد بال حضرتك بقى عشان نكمل المعلومه ويبقى قافلين مع الناس، تبقى الناس ايه معانا للاخر. في فرق بين الحجز اللي هو تم دلوقتي وبين صرف المبلغ يا استاذ عبد الناصر. ايوه، صرف المبلغ او تحويله لحساب الاهلي لن يتم الا بعد حكم المحكمه الرياضيه عشان يستقيم الكلام بقى. يعني نقدر نفسر للناس، نقول زي انا متخذ عليا حكم ورحت انت نجحت انك تمنعني من السفر. مظبوط. فافضل ممنوع من السفر لغايه ما يبت في كل القضايا عشان ما اهربش، لكن ما تقدرش تاخد مني حاجه طول ما القضيه في المحكمه الرياضيه. ايوه كده، ده التفسير بقى اللي هو قانوني 1 مليون% اللي هو الاهلي حاجه حاجه تحفظي، الفلوس هتفضل موجوده زي ما هي. الاموال والعقارات اتحجزت مش هيقدر يتصرف فيها، اجمدك فروزن. لكن مش هتتنقل الفلوس لذمه النادي الاهلي او يقدر ياخد بيها يقبضها كده في ايده وتروح لحسابات النادي الاهلي الا اذا اصدرت المحكمه الرياضيه حكمها النهائي. وهو ده ما كانت تقصده المحكمه الرياضيه في خطابها، ان تنفيذ الحكم بشكل نهائي نرى ايقاف تنفيذه لحين البت من قبلنا. ده كلام، ده هو الله ينور على جنابك، ده الكلام المظبوط، ده اللي تقصده المحكمه الرياضيه، انك انت مش ما تقدرش تاخد الفلوس تحولها لذمتك الماليه او تاخد الفيلا ليك انت او تاخد العقارات ليك انت الا بعد ما اخلص الموضوع كله. بس يبقى انت النهارده التجميد اللي انت عملته ده صحيح وسليم 100% ولا عقوبه عليه، خلاص انت مجمد. يعني مجمد ايه؟ يعني ضامن حقك. يعني ما تجيش النهارده بعد ما المحكمه الرياضيه تحكم لك تبدا الاجراءات من الاول تقعد سنه، لا انت نجحت انك بتحجز على الفلوس والاموال. استنانا بقى اول ما نخلص البتاع النهائي الحكم النهائي، لو قلنا لك ايدنا كلامك روح اصرف تاني يوم، لو قلنا لك لغينا كلامك يبقى ياخد عبد الله السعيد جواب الالغاء ويفرج عن ايه؟ المستقبل، عن كل ما هو محجوز عليه. عرفتوا بقى ان احنا في النهايه ادي الموضوع من الالف للياء، لا محتاج بقى هب ولا اي كلام، ده الموضوع القانوني من الالف للياء. المرحلة الأولى أتمها الأهلي بالحجز التحفظي، هو باين من اسمه متحفظ على الأموال لحين ما ياخد الإيه؟ الحكم النهائي بالمحكمة الرياضية. إذا المحكمة الرياضية أيدت الكلام، الأهلي تاني يوم يروح البنك يقول لو سمحت حول لي الفلوس على حسابات أنا. إذا المحكمة الرياضية قالت لأ وانتهت طرق الطاعة، يبقى يقدر عبد الله السعيد ياخد جواب ويفرج عن كل إيه؟ أمواله، دون بقى لا عقاب على الأهلي ولا وقف الأهلي ولا رخصة الأهلي ولا ليه علاقة بالكورة خالص. طيب ولا ليه علاقة بالراجل بيلعب في بيراميدز ولا بيلعب فين. قبل ما أقفل معاك سؤال كوميدي، الكابتن مدحت قال له خد لي شقة جنبك يا ابني، شقة الكابتن مدحت يتحجز عليها. والله يعني هو المفروض فعلا زي ما خد بالك إن كل يوم
الطموح بيقل، يعني اول يوم هنعمل في الاهلي والثاني يوم طب مش عارف ايه، ثالث يوم قال لك مش عارف يتحكم في فلوسه وصعبان علينا داخل العيد، النهارده بيقول لك تسويه، الله اعلم بكره هيقولوا ايه يا استاذ محمد. فهو وده الثبات الانفعالي لدى الاعلام اللي فاهم. يعني انا لما جيت طلعت بالحلقه وكل الناس بتنقل كلام هاني زهران انه الاهلي غلط وهيتم ايقاف الاهلي، اي واحد غيري خاف، طلعت وحدي كل الناس في اتجاه، ولذلك انا بتبعت لي من احد الناس اللي هاني زهران متاح من معه مداخله، لانه كان بينط على كل القنوات كانها مراجيح مولد النبي، الراجل عايز يعمل راي عام ضد الاهلي. فانا رحت قلت يا جماعه انا اصلا، لانها كانت صدمه برضه، صدمه يعني، انا رفضت، انا رفضت اعمل معاه مداخله اصلا. عارف رحت عملت ايه؟ رحت طالع على الامارات لابو الموهب المحرزي، قلت له الراجل محامي عبد الله بيلف يعمل، قال لي الراجل بيهبد مع اعلام ما بيفهمش للاسف. يعني لان ما لان خلي بالك ما ينفعك تدي مساحه كاعلامي كبير على شاشه لحد وانت مش فاهم الموضوع، دي كارثه. انت عملت راي عام، انت وانت بتتكلم دلوقتي استاذ عبد الناصر بتقول ايه؟ انا حافظ القضيه. انا المشكله اني بلاقي دايما الاعلاميين، يعني حته القانون دي حته فيها شائكه وفيها تفاصيل وفيها يعني الجمله تفرق. يعني حتى خد بال حضرتك، عايز اقول لك على حاجه، ويمكن اللي شغالين في القانون ومكاتب عارفين الكلام ده، الترجمه نفسها القانونيه تختلف عن الترجمه بتاع جوجل. يعني احنا لينا باب اسمه ترجمه العقود وترجمه الخطابات، اللفظ بيفرق. يعني زي المحكمه زي كده ما تقول لك في الجزء الاولاني ايه، مالناش دعوه بالحجز والكلام ده شان داخلي، وتيجي في الاخر تقول لك لن ينفذ الحكم الا بعد الحكم بتاعنا. فالناس اللي مش فاهمه تتلخبط، لكن انا شرحتها لجنابك اهو لاني متخصص في هذا المجال. يقصد ايه؟ يقصد ان الحجز الاولاني ده سليم 100%، لا عقوبه على الاهلي ولا في اي، ولا عمل اي حاجه غلط، لكنه مش هيقدر يصرف الفلوس الا لما احنا نخلص. بس ببساطه يعني ما ينتقلش المال الى الذمه الماليه للاهلي الا لما المحكمه الرياضيه تتصدى للامر وتصرف فيه، لكن في نفس الوقت لن يستطيع عبد الله السعيد التصرف في اي مال محجوز عليه الا بحكم نهائي من المحكمه الرياضيه. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. يعني كده يا جماعه اعتقد ان حد بيسال سؤال جميل جدا، بيقول لك طب حظوظ الاهلي ايه في القضيه في المحكمه الرياضيه؟ ما نعرفش حظوظ الاهلي ايه في المحكمه الرياضيه، ليس لدينا معلومات، لان مش عارفين الاهلي ايه الدفوع اللي قدمها. الاهلي بيحضر ومحامو عبد الله بيحضر، وليس لدينا معلومات. من قال الله اعلم فقد افتى، من قال الله اعلم فقد افتى. ايه اللي بيحصل في المحكمه الرياضيه؟ الله اعلم. سالنا محامي عبد الله السعيد، قال لك ما يحدث في المحكمه الرياضيه الدوليه سريه قضيه لا استطيع ان اتحدث عنه في الاعلام. سالنا النادي الاهلي، قال نفس الكلام. عشان بس انا ما بحبش اهبد على الفاضي.